رحت للطبيب لأني قلبي كتير بيوجعني. سألته قال لي استنى بلاش تحكي معايا كتير، أنا بعمل لك الفحوصات وبعدين هكتب العلاجات، فما تشوش عالتفكير. وفجأة لقيته بيتأنى وهو بيكتب التقرير، وقال لي وهو مستغرب أنا درست مكانه شمال ونادر لما يبقى يمين، لكن عندك ماهوش موجود في الجنبين، قل لي قبل ما تعصب قلبك مخبيه فين. قلت ماهيش مستاهلة تستغرب ولا في الظن تتحير، روح في الحي ده دور على عمارة مزيها زي، في عز الضلمة تلقاها بتبرق ضي، تشوفها تقول برنسيسها لكل الحي. سمي واطلع السلم وعد من الخطى 50، ولما تبدأ انت تشم ريحة فل مخلطة بياسمين، خبط على بابها ولما بإيدها تفتح لك هتلقى فوقها في سقف الشقة متعلق بيحرسها.